أعزائي المشاهدين، ما زلنا بنواصل تغطيتنا للحفلة المقامة لحفلة الفنون الشعبية المقامة على شرف الوفد الهولندي اللي بيزور جامعة جنوب الوادي. ومعانا السيد اللواء عبد الحميد الهجام محافظ إنا، بنرحب بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ومعانا السيد الأستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي. ازيك حضرتك؟ أنا برحب بيكم. أهلا وسهلا. النهاردة يا دكتور شايفين الحفلة دي، هل هي مقامة على شرف الوفد الهولندي؟ تكريم المحافظة ليهم، يعني عملوا إنجازات كبيرة جدا في جامعة وعملوا عمليات كتيرة في المستشفى الجامعي. كنا عايزين نعرف حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا الأول بشكر الدكتور عباس منصور وجامعة جنوب الوادي الحقيقة على استضافة هذا الوفد رفيع المستوى طبي من هولندا. هو بيتكون يمكن من 42 طبيب وطبيبة ومساعدين. الحقيقة عملوا مجهود هنا في خلال الإقامة بتاعتهم، هم جايين يقعدوا معانا إقامة أسبوع، عاملين مجهود اللي أنا بسمعه، أنا عاملين مجهود غير عادي في إسعاد مواطنين فعلا كانوا محتاجين لخدماتهم الطبية. يمكن لغاية دلوقتي احنا كنا لسه بنتناقش في عملوا 7 حالات قلب مفتوح، عملوا 20 قسطرة وشغالين، وإجمالي تقريبا العمليات اللي عملوها كلها بما فيها حاجات مختلفة يمكن وصلوا ل50. ده لسه كمان قاعدين معانا يومين إن شاء الله. يعني طبعا الناس يعني عاملين مجهود غير عادي. فأبسط حاجة النهاردة إن احنا نكرمهم في يوم زي ده، نعمل لهم بس 2 ساعة ترفيهي، يعني هم لسه جايين من العمليات يعني، فربنا يوفقهم إن شاء الله. يعني احنا بنشكرهم وبنشكر على التعاون والتنسيق اللي بيتم بين الجامعة والجهات الخارجية. الحقيقة دايما جامعة جنوب الوادي سباقة في هذه المجالات، وربنا إن شاء الله يعني يشفي الجميع بإذن الله إن شاء الله. دكتور عباس، هل الدكاترة المصريين دكاترة المستشفى الجامعي استفادوا من خبرات الوفد الهولندي؟ طبعا ما فيش شك، هو مش بس الدكاترة المصريين اللي بيستفيدوا، لكن كمان هم بيستفيدوا. يعني هو تبادل مصلحة للاثنين. طبعا العمليات اللي هنا في حالات كتير بيبقى في حالات مختلفة عن الحالات اللي بيعملوها، لكن هو في البداية الحقيقة أنا أحب يعني أشكر السيد المحافظ على الدور الكبير والمجهود الكبير اللي بيبذله معانا. والحقيقة أنا بأحييه على دايما، هو دايما بيساعدنا وسند كبير لجامعة جنوب الوادي في كل كبيرة وصغيرة. الحقيقة العفو، احنا كلنا واحد يعني، احنا كلنا واحد طبعا، يعني دايما في كل مناسبة وفي كل زيارات دايما معانا ودايما بيساعدنا ودايما بيدعمنا. فالحقيقة احنا كل الشكر للسيد المحافظ. العفو. بشكر حضرتك سيد. العفو على ايه، احنا كلنا خلاص بنعتبر نفسنا مواطنين قنائيين، يعني اللي جايين بنشتغل لخدمة المواطنين. يعني ربنا يوفقنا جميعا لخدمة شعبنا وشعب مصر كله ان شاء الله. لكن ما فيش شك طبعا الزيارة دي اللي هي خلال اسبوع الكل بيستفيد منها. الحقيقة في عمليات صعبة للغاية، يعني في حالة لسه كنت بحكي فيها للسيد المحافظ، طفلة 12 سنة وكان موقفها صعب للغاية، يعني لفت أماكن كتير وبدأت تعاني من مشاكل لدرجة أن هم ما كانوش عارفين يقرروا ياخدوا ويعملوا العملية أو لا. لكن اجتمع كله مع بعض، مصريين وهم الهولنديين، ليلة كاملة يناقشوا بعضهم وفي الآخر عملوها، والحالة الحمد لله ناجحة تماما. فالزيارة بتاعتهم الحقيقة أفادت كتير. طبعا في ناس كتير كنا احنا أعلن عنها من فترة منتظراهم، دي كلها حالات مجانية. الأهالينا وناسنا في المحافظة الحقيقة وحتى في محافظات مجاورة أخرى هم موجودين حاليا في المستشفى، كلهم بيستفيدوا من الخدمات الوفد الهولندي المقدمة لجامعة جنوب الوادي. والحقيقة أنا بأشكر الوفد الهولندي والشعب الهولندي على الهدايا. هم الحقيقة يعني في كتير معاهم أدوات استخدموها وأدوية وإمكانيات جابوها معاهم لخدمة المرضى ولتسهيل مهمتهم. الحقيقة احنا بنشكرهم على زيارتهم لينا وعلى دعمهم لجامعة جنوب الوادي وأهالينا في صعيد مصر. حضرتك النهاردة شفت ازاي زيارة الوفد الهولندي لدور الأيتام وكمان الزيارات المفاجئة، على الرغم ان هم كانوا جايين يعملوا فقط الجانب اللي هو العملي وعمليات وعمليات القلب المفتوح وكده، النهاردة عملوا جانب إنساني حلو خالص. وطبعا قناة جامعة جنوب الوادي رافقتهم النهاردة، فحضرتك شايف ازاي الجانب ده؟ طبعا انا شايف ان هم طبعا الناس جاية بتتعاون يعني وبتعمل خير لمصر. يعني احنا زي ما بقول الدكتور طبعا برضو فعلا في تبادل فكر
بيننا وما بينهم اكيد زي ما هم بيستفيدوا، احنا بنستفيد منهم هم بيستفيدوا مننا برضو. الجانب الانساني طبعا احنا بنشكرهم عليه الحقيقه، ان هم برضو يعدوا على دور الايتام او الطلبه الصغيرين اللي هم محتاجين برضو لمسه حنان. احنا طبعا مهتمين بيهم كلنا، لكن هم دي لمسه انسانيه طبعا برضو منهم ان هم يجوا يزوروا هذه الدور عندنا. بنشكرهم طبعا على هذا الجهد يعني، وربنا يكرمهم ان شاء الله. الحقيقه انا يعني فعلا بأثني على الشكر وبأشكر السيد المحافظ على استضافته ليهم. يعني هو بمجرد ما عرف ان هم عايزين يبقى لهم فسحه معينه، الحقيقه عرض انه يبقى يشرفونا هنا في فندق بسمه. يعني ده دعم كبير هم بيحسوا بيه تماما وبيقدروه، وده بيخليهم يفكروا اكثر من مره انهم يزوروا مصر ثاني، سواء كانت هنا او في اماكن اخرى داخل جمهوريه مصر العربيه، لانهم بداوا يحسوا بالحب والحنان والتعاون والعلاقة الطيبة بين الشعب المصري وبين الشعب الهولندي ممثل فيهم طبعا. فدي أنا شايف أنها لفتة كبيرة ولفتة طيبة من السيد المحافظ، أنه فعلا يحسوا بينا ويحسوا أن احنا بنحبوهم، ودي أنا شايفها كبيرة بالنسبة لنا. شكرا للسيد محافظ. ثمار القافلة بدأت على الأرض الواقع بدرجة كبيرة خالص، وشفناها في جامعة جنوب الوادي. حضرتك ممكن تدعو قوافل أخرى من دول أخرى، يعني في جامعة جنوب الوادي منسقة مع دول أخرى زي غير هولندا؟ احنا فعلا أنا عملت زيارات لألمانيا، لأن طبعا ألمانيا معروف بإمكانياتها وقدراتها. أنا زرت أكثر من مكان، مستشفى أو جامعة، وبدأنا فعلا في تعاون كبير، والناس رحبت انهم فعلا يزورونا ويشرفونا. هي بس طبعا كانوا متخوفين تماما من الاحداث السابقه، لكن زياره الوفد المره دي خلتهم شافوا على الطبيعه الامن والامان اللي احنا عايشين فيه، ودول بينقلوا الصوره تماما الصحيحه اللي هم شايفينها لكل اوروبا. ودي انا شايف انها لفته طيبه هتبدا بعد منها الزيارات تتوالى على مصر عموما وعلى جامعة جنوب الوادي بالأخص. لكن فعلا هم كلهم أبدوا استعدادهم، كل الجامعات اللي أنا زرتها أبدت استعدادها أنها تتعاون مع جامعة جنوب الوادي، وخاصة أن جامعة جنوب الوادي بقى لها سمعة كبيرة حاليا النهاردة في أوروبا أو في أمريكا أو على العالم كله، وخاصة موقعها مميز وبدأ يتميز حتى في البحث العلمي. فمعروف النهاردة جنوب الوادي لها مكانة علمية كبيرة داخل الجامعات الأوروبية، وهم بيحاولوا يزوروا، وهم نفسهم بيتكلموا بيقول لك احنا بنستفيد واحنا ايضا بنستفيد، وده المهم. خدمه البشريه في النهايه تتطلب التعاون الجميع، سواء كان الاتحاد الاوروبي او اذا كانت الجامعات المصريه عموما. احنا بنحب نشكر حضرتك يا سيد المحافظ، وربنا مع حضرتك. الانتخابات ان شاء الله يوم الاحد والاثنين، وربنا مع حضرتك، وان شاء الله المرحله دي تعدي ان شاء الله وتتم الانتخابات البرلمانيه على خير ان شاء الله. وانا كمان بحب اشكركم واشكر قناه الجامعه على المجهود اللي هي عاملاه، وان دي القناه الوحيده في كليه الاعلام على مستوى الجمهوريه، يعني كليه اعلام جنوب الوادي سباقه في هذا المجال. احنا بنشكركم جدا وربنا يوفقكم ان شاء الله. شكرا. شكرا خالص. شكرا، وانا بحييكم وشد حيلكم. موفقين. أعزائي المشاهدين، ما زلنا بنواصل تغطيتنا في حفلة الفنون الشعبية، ومعانا الأستاذ محمد حجاجي مسؤول الأمن في الجامعة ومسؤول الأمن في المدن الجامعية. بنرحب بحضرتك. ازيك يا فندم؟ السلام يا فندم. الأخبار؟ كنا عايزين نعرف من حضرتك طرق التأمين في الجامعة، وكمان لمرافقة الوفد الهولندي اللي جاي عندنا في الجامعة للزيارة. والله حضرتك احنا التأمين بتاع الجامعة طبعا الوفد اللي جه، الوفد الهولندي اللي جه للمستشفيات الجامعية وقاموا بعمليات وكده في الجامعة، بنبقى مرافقينهم من بداية تحركاتهم من الفندق طبعا على المستشفى الجامعي اللي وسط البلد اللي تحت، على المستشفى الجامعي اللي هو داخل الحرم الجامعي، بنبقى متابعينهم في كل تحركاتهم طبعا. وخارج الجامعه بتبقى عباده الشرطه، تامين عباده الشرطه طبعا، بس احنا بنبقى متابعينهم برده معاهم في اي وقت وفي اي حاجه، يعني في خروجهم في اي مكان بنبقى متامينهم طبعا. ما بينزلوا برده الكورنيش، ما بينزلوا مثلا زي هدا مثلا في فندق حتحور طبعا، كان عامل لهم حفله السيد المحافظ ورئيس الجامعه كان ملتقي بهم ان هدا في فندق حتحور طبعا. بنبقى متابعينهم في كل تحركاتهم، عشان مرافقينهم في اي حاجه، في ضربات او في اي حاجه طبعا تبع التامين وكده.
يعني في كل حاجه تبع التامين، وداخل الجامعه طبعا بتبقى تامينهم من داخل الجامعه داخل تبع الامن الاداري، يعني داخل الجامعه بتبقى تبع الامن الخاص بينا احنا، بيبقاش في تامين، بيبقاش في شرطه لا شرطه، لا الشرطه بتيجي تدخلهم الجامعه وبتخرج على طول، بيبقى تامينهم من داخل الحرم خاص بالامن الاداري بالجامعه. بتحركاتنا احنا طبعا، احنا بيبقى امنين طبعا في المستشفيات الجامعيه، في الفندق، في كل مكان هم تحركاتهم فيهم، وفي الجامعه بيتحركوا براحتهم خالص من غير امن طبعا، بس بيبقوا متابعينهم ان ما يخرجوش بره الجامعه طبعا، غير بتامين الشرطه وتأمين جميع الأماكن عند داخل الجامعة. بيبقى في صعوبة لتلبية طلباتهم ولا ممكن؟ لا طبعا، أي حاجة بيطلبوها بتتعمل لهم فورا، طلبوا يطلعوا يتفسحوا بيطلعوا يتفسحوا برا مع عربية الشرطة، مع تنسيق مع إدارة الأمن بالجامعة، مع تنسيق مع مدير إدارة الأمن، مع تنسيق مع إدارة الأمن عامة في الجامعة. يعني بيبقى عايزين يطلعوا مثلا فجأة يطلعوا عايزين يطلعوا يتفسحوا برا، بيطلعوا يتفسحوا برا برضو، بيلف في الجامعة، بيسيبوا يطلعوا يلفوا براحتهم في الجامعة، وأي طلبات لهم طبعا مجابة على طول. لما بيطلعوا أي زيارة طلعوا الزيارات طبعا كتير طبعا حسب انت كنت بتصوروا وكده، واي حاجه بيبقى عايزينها بتنفذ على طول. وطبعا تعليمات الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه ان يبقوا مرتاحين في اي حاجه، تعليماتهم مجابه في اي حاجه طبعا. السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه طبعا بلغنا وبلغ اداره الامن، يبقى يعني متابعه في نفس الوقت ما يحسوش ان في تامين لهم او كده تامين لهم ولا حاجه، يبقى مرتاحين. مثلا طلبوا اي حاجه تتعمل لهم فورا مع العلاقات العامه تحت الجامعه، العلاقات العامه طبعا بتنسق مع العلاقات العامه، يعني مريحينهم في كل حاجه داخل الجامعة وخارج الجامعة.